أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. للمكان الأردني حضور كبير في ذاكرة التاريخ، وقد شهدت بهذا الحضور المصادر العلمية منذ بدء التدوين، كما جادت هذه المصادر بأسماء مئات من أعلام الرجال والنساء الذين نسبتهم إلى عدد من مدننا الأردنية، وستكون لنا وقفات مع سير بعضهم في كل حلقة. لولا الإله وأهل الأردن اقتسمت نار الجماعة يوم المرج نيرانا. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة التي ما زلنا نتحدث فيها عمن نسب إلى السلط. أيها السادة، نبدأ حلقتنا في هذا اليوم مع ضيفنا الأول. أنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب السيد السلطي. شكرا لك يا سيدي، وأذن لي أن أسرد قصتك على أسماع السادة المستمعين. عبد الوهاب بن عبد الوهاب السيد السلطي، يترجم له النجم الغزي فيقول: عبد الوهاب بن عبد الوهاب السيد تاج الدين السلطي ثم الدمشقي، نقيب الأشراف بدمشق. مولده في سنة 85 و800 تقريبا، واجتمع بسيدي علي بن ميمون وسيدي محمد بن عراق، وكان وكيل قاضي القضاء ولي الدين بن الفرفور، وخدم الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، وقرأ على الشيخ تقي الدين القارئ ربع العبادات من المنهاج. كان يخالط الحكام، فتولى نظر القيمرية ثم ترقى فصار ناظر الأموي، وحج سنة 60 و900، ثم تولى نظر النظار، وحصلت له ولولده السيد محمد محنة وشدة، وسافرا إلى الروم وصرفا أموالا كثيرة بسبب مضاهأتهما للقاضي كمال الدين الحمراوي، وولي النظارة السليمية وعدة أنظار ووظائف. مات في سنة 79 و900، كذا علقته من خط بعض العصريين. ثم رأيت في بعض تعاليقي بخطي أنه مات في يوم السبت في 22 من ذي القعدة في سنة 82 و900، وأنه كان قد انقطع 7 سنين وبقي في بيته، وأنه دفن في تربة الشيخ أرسلان، وكان لصيق ولده السيد محمود رحمة الله عليه. والآن ستكملون معي، وأطلب من الدكتور عمر أن يروي لكم سيرتي وأن يأخذكم في جولة سريعة مع شخصيات أخرى. محمد بن إبراهيم بن راض السلطي، يترجم له ابن حجر العسقلاني ضمن من توفي في سنة 84 و700 من الأعيان فيقول: محمد بن إبراهيم بن راض السلطي شمس الدين، ولد في سنة 10 واشتغل وقرأ كتبا، ثم قدم دمشق فاشتغل بالشامية، ثم دخل مصر بعد 70 وولي القضاء بقوس وغيرها، ثم رجع فمات بمصر في المحرم وقد جاوز 70. محمد بن السلطي يذكره أبو نعيم في رواية القول الآتي فيقول: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن هارون قال: سمعت جعفرا بن الليث يقول: حدثنا أبو يعلى محمد بن السلطي، حدثنا أصباط قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. نعمة السلطي، يترجم له النجم الغزي فيقول: نعمة السلطي الشيخ الصالح توفي بالسلط سنة 46 و900، وصلي عليه غائبة بجامع دمشق يوم الجمعة
في 14 من ربيع الآخر من السنة المذكورة. قال ابن طولون: وكثر الثناء عليه. والآن نكمل مع الإمام العالم الفاضل الفقيه. إنه يتكلم عني، أنا محمد بن عبد الله بن أحمد السلطي. أهلا بك يا سيدي، واسمح لي أن أكمل الحديث عنك أمام السادة المشاهدين. محمد بن عبد الله بن أحمد السلطي، يترجم له ابن قاضي شهبة فيقول: محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام العالم الفاضل الفقيه القاضي بدر الدين أبو عبد الله الهكاري السلطي قاضي حمص، اشتغل على أبيه وكان أبوه مدرس السلط. قال الحافظ شهاب الدين بن حجي: وولي التدريس بعد أبيه، ثم قدم علينا دمشق فسمع فيها الحديث على جماعة، وترافقنا في السماع زمانا، وكتب وقرأ وجمع، وكان مكبا على الاشتغال وتعليق الفوائد، وولي قضاء السلط مضافا إلى التدريس، وولاه البلقيني قضاء حسبان، ولم يزل يتنقل في قضاء البر، وولي القدس والخليل ونابلس، وآخر ما ولي حمص، وبها توفي في رجب في سنة 86 و700، ولم يبلغ 50، واختصر ميدان الفرسان في 3 مجلدات، وهو اختصار عجيب، حذف عبارة الكتب التي عنده وأبقى ما عداها، وهو مفيد في الجملة. أنا هبة الله بن عبد الرحمن السلطي، وسأترك للدكتور عمر متابعة الحلقة من هنا. هبة الله بن عبد الرحمن السلطي، يترجم له النعيمي في أثناء حديثه عن المدرسة الأكزية ذاكراً أنه قد درس فيها فيقول: والبدر النابلسي، وهو الشيخ بدر الدين محمد بن البرهان إبراهيم بن وهيب، ويقال هبة الله بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن محمد الجزري الأصل السلطي النابلسي، ولي قضاء نابلس قديما، وكان قبل ذلك ينوب فيها، وولي أيضا قضاء بعلبك، ثم نقله قاضي القضاء تاج الدين إلى دمشق واستنابه في الحكم، وربما أنابه في الخطابة، ثم ولي قضاء طرابلس واستمر نحو 20 سنة، وكان قد ولي بدمشق تدريس الأكزية هذه، ومشيخة الأسدية، وإمامة مسجد القصب، ودرس بها أيضا بطرابلس، وولي خطابتها بنزاع كثير، وكان قد سمع من الجرائدي جزء القرآن والتوكل لابن أبي الدنيا، وسمع من ابن الشحنة الصحيح، وسمع من النجم بن هلال العسقلاني والمزي سنة 22، وسمع من زينب بنت شكر وأبي العباس بن جبارة، وحدث قديما بنابلس وبعلبك ودمشق وطرابلس، وكان كبير السن جاوز 80، مولده في سنة 600، ويقال إنه حكم في أيام ابن صصري، فلم يكن قاض أقدم منه في القضاء، وكان يحفظ المنهاج، ولما كان بدمشق كان جيد السيرة في الأحكام، سمع منه الأنفي وابن سعد بسنة 51، كان قاضي بعلبك، ومن نظمه قوله: سرحت طرفي في بهاء جماله، وحفظت جوهر لفظه في مسمعي، وفرشت خدي في الثرى لقدومه، وجعلت منزله حشايا وأضلعي، ونحرت نومي في الجفون قرا له، وسألته وصلا بغير تمنعي، فأجابني بالمنع وهو مودع، أهلا به من زائر ومودع. إلى هنا أيها السادة نصل إلى نهاية هذه الجولة مع شخصيات نسبت إلى مدينة السلط، وسننتقل في الحلقة القابلة إن شاء الله
إلى مدينة عجلون وبعض من نسبوا إليها حتى ذلك الحين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.